Nu kör vi! Nu kör vi! Det är funny, det är funny! Nu kör vi! Nu kör vi! Nu kör vi! Hej! كيفكم حبايب ان شاء الله تكونوا تمام؟ اليوم مثل ما شايفين معنا شيرين ومعنا سيدرا. اليوم الثلاثي المرة حبينا نعمل فيديو على قناتي واللي هو حسيته اكثر تحدي ممكن يناسبنا نحن الثلاثة واللي هو مين اكثر واحد بيعرفني؟ التحدي رح يكون انه انا رح اسال سؤال واثنيناتهم رح يجاوبوا، رح نعرف مين هي رح تعرف الجواب الصح، يعني هو الجواب السؤال رح يكون عني مثلا رح شو هو؟ شو هو مثلا لوني المفضل؟ هي بتقول اسود هي بتقول احمر، سو بركي سيدرا تربح او شيرين. قبل ما تكمل الفيديو للاخير اكتبوا كومنت تحت وقولوا مين بتظنوا رح يربح، وبعد الفيديو كمان شوفوا رجعوا كمان اكتبوا كومنت وقولوا اذا انتم كنتوا على صح او غلط. وهلا صار وقت التحدي. نمرت رجلي 38 38 بدك تقول شي 39 لا غلط 37 38 قلت 7 بس هي سادة النقطة لسادة لأن أنا بلبس أكثر شي 38 شو لونك المفضل؟ أزرق اثنين انا الاول انا الاول انا الاول شو اكلتي المفضله؟ الملوخيه ملوخيه صح اثنينكم صح عم يقولوا شو هي الماده الدراسيه المفضله؟ رياضيات اوف يا شو مشروب المفضل؟ كولا كولا اوكي فانتا اكسوتيك صح اكثر حصه بكرهها كيمي كيمي وبيولوجي او هيستوريا ما عندهم هيستوريا لك ليه عم تحكوا سويدي؟ ما بعرف شو اسمها بالعربي تاريخ صح شو هو اليوم المفضل عندي؟ التوشتا الفريلا لا لا الأونستا واو شو عرفتي؟ شلفت شلفي اوكي عربي سيدرا شو عرفت عربي أونستا؟ الأربعاء أربعاء شو قطعة اللبس اللي بحب ألبسها؟ الفساتين السارة والكابتشونات لا والفساتين هذول ملحلحة شيرين صح الملحلحة انتبهتوا على كلمة الملحلحة شو الفصل اللي بحبه أكثر شيء؟ الصيف هي أول شو الغنية اللي بس بسمعها بجن؟ هي هيك اللي شو مي لاف يو هي 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 ورنة 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 هو السناكس المفضل عندي؟ سنيكرز سناكس شيبس برينجلز يا ماما بيكل شيبس وهي شيبس قلتي سناكس ايه بس هي سناكس يعني اي واحد قصدي انا بعرف انه دائما بروح بشتري يعني كريموس انا بعشق شو الشوكولاته اللي بحبها انا ماربو شوكولاته مو ماربو ايه الكوكي بروح شوكولاته شو هي البسكويت الشوكولاته اللي بحبها كيت كات كيت كات صح اكثر شيء بعمله بالمدرسه سمع اغاني نامي غش غش؟ ايه لانه نسيتها دائما معك بالهذا انت بتروح بلاك ستوديت بس يعني مبين انه انا ناري شو رح تكون تعمل مدرسه غير يا اما تنام يا اما تاكل يا اما تقعد بالصاله وادرس واسمع اسمع شو هي ماركه الملابس الرياضيه المفضله عندي؟ اديداس عدولي الممثلين المفضلين اللي عندي تومي كروز كوركوت هذا بكاراسيف دا بعدين والثاني كمان بكاراسيف دا في بنات؟ ولا بس شغله بحكي طب انا دوري توم كروز بتقول نفس الالتون لا لا ليش بتقلد ليام نيلسون هذا والثاني بيمثل ب ليوناردو دي كابريو ليوناردو دي كابريو شفتوا كوركوت قديش بتقلد دراسيف ده والثاني قديش بتقلد قديش بتقلد قديش بتقلد هاي عارف وهي عارف انا قاعده عم بتخيل صورهم هيك لا انا اللي هو كل ما بدخل على المطعم وبدي اكل لازم وصيه واكله الهوتلينكس صح الهوتلينكس هي هدول الجناحات المقليه هي مش مقلي باكلها هي قبل كل شيء قبل شو هو الشيء اللي بعمله وقت اللي بفقد املي بالحياه وبكل شيء بتشوف حالك اللابتوب بتحطي اللابتوب بالارض وغيره وغيره بتقولي وينو وين يوسف؟ بتجي هيك شو اسمها؟ بتجي على هيك من ماما بتقولي يا يوروب يا يوروب يا يوروب هي هي يوروب انه خلص انه اي جيف اب انه انا استسلمت وبعمل هيك بدها تبع بدش بعمل هيك
تحكي في شي ما قلتو ترسي صح ما تكونوا حبيتوا انبسطتوا وتسليتوا معنا وعرفتوا شغلات اكثر عني. اذا هيك اكتبوا بالكومنت تحت مين برايكم الفائز او الفائزه قصدي بردونكم شيرين ولا سيدرا. اكتبوا هذا ل 31,000 لايك لحتى اعمل نفس الفيديو مع اخواتي شيرو وجلال اللي هن اخواتي الشباب. حاسه انت ايام تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي انستغرام سناب شات فيسبوك يونا تابعوا شيرين على قناتها شيرينز بيوتي وكمان تابعوا سيدرا على قناتها سيدرا بيوتي وكمان بدي منكم تنشروا هاشتاج حملة توصيل نارين لل 700,000 مشترك رح نحاول نوصل 700,000 مشترك قبل راس السنة وكمان حملة توصيل شيرين ل 400,000 كمان توصل سيدرا ل 300,000 لايك مشترك لايك 100,000 لايك مشترك. القصة ما فيها شيرين عرضت علي عرض وهالعرض رح يكون إلكن. العرض هو شيرين عم تقول إذا نحن بصمات نارين رح ندعم شيرين إذا رح ندعم شيرين ونوصلها ل 400,000 مشترك قبل راس السنة رح تتكفل كل شيء له علاقة بالجيف اواي. يعني مجرد ما هي تصير 400,000 رح اعمل جيف اواي لقناتي وقناة نارين يعني لألكم وللفانز الالي جواهر شيرين يعني هي رح تتكفل الهدايا رح تشتريها لمتابعيني ورح تتكفل كل مصروف الشحن وهيك يعني كلياتهم انه بدكم تاخذوا سكرين شوت انه صورة على قناتي وتنشروها على الانستغرام الكم وتكتبوا هذا الهاشتاج حمل توصيل شيرين لل 400,000 وكمان الشرط الثاني هو انه بدكم تشتركوا بقناتي اكيد ونكبر بسماتنا وتكتر جواهرنا وتكتر عسولات وجميلات بالعالم كلياته. نقول انه نحن بنحبكم كثير كثير كثير. باي.